الخلافات الإسرائيلية الداخلية واضح أنها تتصاعد باستمرار، وأنا ولذلك أعتقد لو أن هنالك الحد الأدنى من الضغط على الاحتلال سنذهب إلى وقف لإطلاق النار قريب، ولكن بكل أسف هذه الخلافات أو هذا الاحتلال وفي ظل حتى الخلافات يجد رعاية دولية وإسناد دولي. أنت تحدثت قبل قليل عن الدعم العسكري الألماني والدعم العسكري الأمريكي المفتوح والرعاية السياسية. أنا أعتقد أن الخلافات هذه ستتفاقم كلما استمر الفلسطيني في الصمود والمقاومة في الاستبسال على الأرض. لكن المشكلة أن نتنياهو يستند إلى أغلبية في الكنيست هو يطمئن لها، هي أغلبية من الأحزاب اليمينية واليمينية الفاشية، وحتى الآن هذه لم يظهر بينها وبين نتنياهو أي خلاف في أي موضوع. على العكس، هي تدفع باتجاه التشدد والتطرف في سياسات نتنياهو، هي راغبة في استمرار الحرب، هي غير آبها بالأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة. أعتقد أنها ترغب في توسيع مدى المعركة وليس في حصرها، ولذلك هذا التصعيد في الضفة الغربية لافت. أنت تعرف أنه منذ أيام وفي الفترة الأخيرة يستخدمون الاغتيال في الضفة الغربية، قصف بالطائرات، علما بأنه بالإمكان أن يتحركوا في كل مساحة الضفة الغربية. التصعيد في لبنان أحيانا يكون بمبادرة إسرائيلية وفي الجبهة الشمالية، لأن هذه الحكومة أعتقد أنها راغبة في توسيع مديات هذه الحرب وليس في وقفها، لاعتبارات أيديولوجية متطرفة تحملها أحزاب وشرائح في هذه الحكومة، وتريد أن تستثمر في هذه اللحظة وفي هذا الدعم الأمريكي والغربي لإنجاز بعض الأهداف أو إنجاز بعض الأهداف المتطرفة والخيال الذي يعني يتمتع به هؤلاء المتطرفون من قبيل التخلص من الفلسطينيين وحسم الصراع وما إلى ذلك، وأيضا لعله ضرب حزب الله في لبنان وحتى إيران على المستوى الإقليمي. والذي يحول بينهم وبين ذلك أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية وشركائهم في مجلس الحرب جانتس وإيزنغوت، وبالتالي الخلافات هذه يمكن أن تتصاعد. لكن وحتى الشارع انقسم، أنت تعرف أنه هنالك مسيرات ضاغطة على حكومة نتنياهو من أجل عقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى، ولكن نتنياهو لعب لعبة مقابلة بأن أوجد في الشارع مسيرات مضادة. أنت تعرف أنه أيضا يوجد اعتصامات ومسيرات من جنود احتياط ومن أهالي جنود قتلوا في 7 أكتوبر أو في قطاع غزة يطالبون نتنياهو والحكومة بالاستمرار في الحرب.